تأتي برؤية واستراتيجية واضحة للنهوض قطاع الصحة، اللي ما يمكنش نقول إصلاح قطاع اللي هو مريض أصلا، ما يمكنش نقول إصلاح لا ما كانش العمل أولا على الزيادة في الميزانية المخصصة للصحة. راه ما يمكنش يتصلح وانت ما عندكش الميزانية كافية. يجب تدارك الخصص المهول في الموارد البشرية بجميع فئاتها. يعني العامل حاليا على شرفة الانهيار تام. يجب العمل على توفير جميع الأدوية، المستلزمات الطبية، وتجهيز المستشفيات بالأدوات الضرورية اللي يمكن الاشتغال بأريحية. يجب النظر في جميع القوانين المنظمة للمهنة بما فيها قوانين الحراسة والإلزامية. هذه القوانين اللي أصبحت تشكل خطرا علينا أكبر ما تخدم مصلحة قطاع الصحة. آخر يمكن نقولها هكا، بركة من الشعبوية، بركة ما الواحد يجي غير يدوز مرحلة ديالو ويقول الله يخرج سيرفيسنا على خير، واللي هلا يجمع اللي وقع الأطر الصحية، بركة ما يسميو فينا وما يحملونا مسؤوليات ديال انهيار الصحة، لأن عادي نوصلوا الواحد، لان دابا اللي مشى وصلنا لحالات تدهور غير مسبوقه اللي اصبحت تهدد بتوقف جميع المنشآت الصحيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.